لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب قيام الليل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة أو انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قافية رأس أحدكم أي قفاه ومؤخره. الثلاث عقد المراد بها عقد الكسل، أي يحمله الشيطان عليه. هو الصحيح أنه هو في عقد يفعلها الشيطان لا نراها، لأن الشيطان مخلوق من النار، فنحن لا نراه ولا نرى عقده. قال البيضاوي: القافية والقفا آخر شيء، عقد الشيطان، عقد الشيطان على القافية استعارة عن تسويل الشيطان وتحبيبه النوم إليه والدعاء والاستراحة، والتقييد بثلاث للتأكيد. كل ده احنا لا نقول، بل هي عقد حقيقية تؤدي إلى التكاسك ويوسوس هو فيها، يوسوس ويقول للإنسان: لسه قدامك كتير، نام شوية. يقول له: قدامك هتصحى بس نام دلوقتي عشان انت تعبان. وهو في الحقيقة يريد أن ينيمه. لو هو بعد ما توضأ ذكر الله وتوضأ وصلى ولسه هيكون ملخبط، يروح ينام، يبقى هو تعبان بجد. يقول: اختلف على اختلف، يقول قال مبرك، مش عارف ايه مبرك، اختلف في هذا العقد، فقيل على الحقيقة ميرك عندنا بيه ميرك مين ميرك؟ طيب ما عرفوش. يقول: قيل على الحقيقة كما يعقد الساحر من يسحره، ويؤيده: إن على رأس كل آدمي حبلا فيه 3 عقد. وقيل على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم من منعه من الذكر والصلاة بفعل الساحر بالمسحور. وانتم شايفين الشيطان، يعني احنا عندنا أزمة في ان الشيطان يعني يحمل الكلام، يعني يعقد عقدا ظاهرة وبعدين نقول لا دي مجاز. ما عندناش احنا اصلا حاجة الى ذلك. يقصد عليك ليل طويل مع ما بعده فارقد، أن يلقي الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القول، وهو عليك ليل طويل. إن استيقظ أي من نوم الغفلة فذكر الله بقلبه أو لسانه، الظاهر الاثنين مع بعض مش أول، ذكر الله بقلبه ولسانه، إن حلت أي انفتحت عقدة، أي عقدة الغفلة، فإن توضأ انحلت عقدة النجاسة. هو أصلا الوضوء ما فيهوش نجاسة، الوضوء من الحدث لا من النجس. فإن صلى انحلت عقدة الكسل والبطالة. لا يلزمنا ذلك، هي عقد على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كأنه يسحر له، ولكنه لضعف كيد الشيطان سحر ضعيف يزول بالذكر والوضوء والصلاة. ويستفاد منه أن هذه الثلاثة مما يرد به سحر السحرة ويحل. يبقى نقول للمسحور اتوضأ أو اغتسل، ونقول له اذكر الله دائما، ونقول له صلي كتير.
أصبح نشيطا أي للعبادة، طيب النفس، ظاهر أنه نشيط في كل حاجة ليس فقط في العبادة. طيب النفس أي ذات فرح، لأنه تخلص من وثاق الشيطان وتخفف عنه أعباء الغفلة والنسيان وحصل له رضا الرحمن. وإلا أي إذا لم يذكر الله أو نام، ويقول نام حتى تفوته صلاة الصبح، الظاهر حتى تفوت صلاة التهجد، أصبح خبيث النفس، محزون القلب، كثير الهم، متحيرا في أمره، كسلان أي لا يحصل مراده فيما يقصده من أموره، لأنه مقيد بقيد الشيطان ومبعد عن الرحمن. يا رب أعنا على قيام الليل. عن عبد الله بن قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. مرض أو كسل أي تعب، والحديث يدل على جواز التنفل قاعدا من له كسل مع القدرة على القيام. قال النووي وهو إجماع العلماء، بس هاخد نصف الأجر. قال ابن حجر المكي: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن ثواب تطوعه جالسا كهو قائما، لأن الكسل المقتضي لكون أجر القاعد على النصف من أجر القائم كما في الصحيح مأمون في حقه عليه الصلاة والسلام. نحن نرى السكوت عن ذلك، يعني عايزين دليل صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجره على كقائما كقاعدة. وفيه أن كل من صلى جالسا ضرورة فرضا أو نفلا يكون له ثوابه كاملا، فلا يعد هذا من الخصائص. اللهم إلا أن يراد به الإطلاق، سواء جلوسه يكون بعذر أو بغير عذر، قاله علي القارئ. أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، قلت: يا رسول الله، إنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منك. هذا قد يكون دليلا على الخصوصية، بل هو ظاهر في ذلك. فيكون يعني إذن هذا ليس داخلا في هذا العموم بتاع صلاة الرجل قاعدا على نصف صلاته قائمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. بس تكون متأكدة أنه مش هضربها. المقصود المراد التلطف معها والسعي في قيامها لطاعة ربها. النضح ده رش كده بس، مش هيجيب مثلا جوز يكب على او هي تفعل ذلك، لا، رش خفيف يعني. يقول: قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا يدل، قال ابن الملك: وهذا يدل على ان اكراه احد على الخير يجوز بل يستحب. يقول: رحم الله امراه قامت من الليل اي وفقت بالسبق. يقول فيه بيان حسن المعاشره وكمال الملاطفة والموافقة، يعني ده مش ايه، مش تعذيب بالمية، ده كأنه ملاطفة لها. عن أبي سعيد وأبي هريرة قال، الحديث صحيح كله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في النسخة كتب في الذاكرين والذاكرات، هو موقوفا ومرفوعا. يقول لم يرفعه ابن كثير اللي هو شيخ أبو داود، ولا ذكر أبا هريرة، جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان، قال وأراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود وحديث سفيان موقوف، إنه عنده مني لحدثه ابن كثير. قال حدثنا سفيان عن مصر عن علي ابن الأخمر، وحدثنا ده بيقول داود أبا حا، وحدثنا محمد بن حاتم برضو عن إلى أن وصل إلى علي بن الأخمر. إذا أيقظ الرجل أهله أي امرأته أو نساءه وأولاده وأقاربه وعبيده وإماءه. طبعا محتمل أن تكون المرأة، عشان قال فصليا، صليا دي بقى إيه؟ امرأته من الليل. قل فصليا الرجل المرأة أو الرجل وأهله، أو صلى اللي هي هو الشك الراوي، يقول كل واحد منهما ركعتين. قال الطيبي حال مؤكدة من فاعل فصليا، هو في رواية فالتقدير فصليا ركعتين جميعا، إنه قال فصليا أو صلى ركعتين جميعا، وظاهره أنه جماعة. يفيد أن جميعا ليس بقيد لقوله فصلى، مع أنه خلاف الظاهر، لأنه لو كان كذلك لقال فصليا جميعا أو صلى. فالصحيح أن الشك إنما هو بين الإفراد والتثنية، والبقية على حالها. فيقال حينئذ إن جميعا حال من معنى الضمير فصلى، وهو كل واحد منهما، كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا قال آمن ما شاء من. هو الظاهر كلمة جميعا أنهم صلوها جماعة. ولذلك يستحب أنهم يصلوا ركعتين جميعا، ولو كان أكثر فدع، ولا يكون هذا بدعة حتى لو واظب عليه لعموم الحديث، فيكون مخصوصا من أن يجتمع الناس في القيام في غير رمضان، لأن ذلك ليس بمواظب عليه، إنما يشرع المواظبة في رمضان. ويجوز أحيانا كما فعل ابن عباس ليلة بايته عند خالته ميمونة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل حذيفة وابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يواظب على ذلك. أما الرجل وامرأته فلا ضرر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.